إذا هذا محرك ثري فيز. هاي واضح من هون طبعا إنه ثري فيز. محطوط عليه هون على فكرة إذا بتطلع محطوط N داش A 132. ال 132 هاي مهمة لأنه ال 132 بتدلني على حجم الفريم. حجم الفريم اللي هو مركب فيه، فبتلاقي 132 أرقام. هذا الرقم، هذا الرقم بدلني على حجمه، بس الحجم الفيزيكال تبعه 132. بعرفش 206 والاشياء الثانيه، بس هذا اللي بيهمنا، هذا بسميه فريم سايز. اذا 132 اللي هون هذه فريم، فريم يعني الصندوق اللي هو محطوط فيه، الهيكل اللي هو محطوط فيه. بعدين عندنا نعم هذه ال بي، هذول بيكون اشياء اضافيه، بس انا اللي بدي اركز لك عليهم هذول الثلاث ارقام، هذول الثلاث نعم ال ان اي في ال ان ال اي مش هيك قصدك ال ان ال اي مش هيك اوكي. بس هذا الرقم مهم اللي هو الفريم سايز، فكل ما كبر الفريم سايز بكون حجم المحرك اكبر. هذا ستاندرد الالماني في دي بي. هلا بنبدا هون عندي، هذا طبعا سيريال نمبر بس. هلا عندي 6.8 كيلو فولت. هلا 6.8 كيلو وات، تتذكروا هاي يعني ايش بتحكي لي؟ بتعطيني الالكتريكال انبوت باور ولا الميكانيكال اوتبوت باور؟ الميكانيكال اوتبوت باور. هي تقريبا مش بالضبط بس تقريبا هي ميكانيكال اوتبوت باور، وحدتها طبعا بالكيلو وات. بعدين عندي هون محطوط واي واي، والسبب انه محطوط واي واي انه هذا المحرك فيه له two sets of poles. هذا بنسميه pole changing، فإنه في سرعة عالية وله سرعة واطية. وهلا بنشوف عدد البولز اللي موجودة بالواي وبالواي اللي هون. فهذا واي واي معناها هذا المحرك في له two sets of coils أو poles. واحد اثنين ثلاثة، هاي اسمها low speed windings. واحد اثنين ثلاثة high speed winding، هذا بنسميه pole changing موتور. وهذا له عدد من البولز وهذا له عدد من البولز، اوكي؟ هذا احنا عمرنا ما شفناه زي هيك، عمركم شفتوا محرك زي هيك؟ لا، نعم. هذا كانه محركين محطوطين في محرك واحد. واحد له اظن 16 بول بيطلع معنا، والثاني له 4 بولز. فهذا هون له 4 بولز وهذا له 16 بول. مش انا اذا غيرت عدد البولز تغير معي السينكرونس سبيد؟ هاي احد الطرق لتغيير السبيد، انه يكون عندي بول تشينجينج موتور. طبعا هدول غاليين وهلا يعني خف كثير وجودهم، بس ممكن نشتري بول تشينجينج موتورز. واحد له 16 بول، واحد مين اللي سرعته اقل؟ 120 اللي له عدد البولز اكبر، لانه عدد البولز وين موجود؟ في المقام، اوكي؟ فهذا سرعته اظن السينكرون سبيد تبعت واحد منهم بتكون 1500، والسينكرون سبيد تبعت الثاني بتكون 350 مش هيك على 4، 1500 على 4 375، اوكي؟ اذا هذا اسمه بول تشينجينج موتور. راح يطلع منه ست اسلاك مش ثلاث اسلاك، ثلاثه للهاي سبيد وثلاثه للو سبيد، اوكي؟ طيب بعدين هلا راح نعمل حسابات تبعتهم ونطلع. خليني اذا بدكم ما دام اخذنا الواي، هلا واي واي معناها توصيلته بالداخل واي واي، فلو فتحت المحرك انا ما صعب اشوفه، بس لو فتحت المحرك من الداخل راح الاقي انه هو موصل راح الاقيهم الاثنين موصلين، اوكي؟ هاي الاخت ما بقدرش اوصلها موجوده في الداخل، نعم. بس هو من عند الكونكشن بوكس عادي في عادي راح يبين ثلاث اسلاك. لا بس من عند الكونكشن بوكس بيكون في زي 3 جنكشن، هلا لما نيجي نوصلهم بطريقه معينه بنحاول بين السلاك. بس مش كل المحركات مش كلهم، في منهم بيطلع لك اياهم في منك ما بيطلع لك اياهم، صحيح كلامك. في منهم بيطلع لك ست اسلاك وبوصلهم بالجنكشن بوكس، وبامكانك توصلهم دلتا وستار زي ما بدك. في منهم بتكون ستار بوينت مخفيه جوا ما بتقدر توصل لها، بعطيك وثري تايب بس حسب هاي كلامك صحيح. اذا عندي هدول، هلا خلينا نطلع على السينكرونس سبيد. عندي هاي بيرمننت اللي هي هاي ريفولوشنز بيرمننت، عندنا 1380 280. هلا هون جيسنج رح نحذر انه عدد البولز هون 4 و16، الفريكونسي واحدة من 50 هرتز هيها، فهذه هون 50 هرتز. شو بقدر احسب الان؟
من هدول سليب. تمام ممتاز. سليب اذا بصير عندي ان اس هاي سبيد بتساوي 1500. من وين جت 1500؟ اللي هي عباره عن 50 في 60 على عفوا 120 في 50 على 4. وبعدين راح اخذ كمان 120 في 50 على 16. فراح يصير عندي ان اس هاي سبيد وان اس لو سبيد. خلينا نحطها كامله هون. 120 في 50 اللي هي 50 هرتز على 16 راح تعطيني اظن 375 ار بي ام. بس هذه سينكرونس سبيد وهي سينكرونس سبيد. اوكي؟ هلا بس هو معطيني 1380. اذا 1380 و1500 شو بقدر اطلع منهم؟ اذا بصير في عندي سليب بيساوي 1500 ناقص 1380 على 1500 واللي هي بتطلع 120 على 1500. قديش تقريبا 120 على 1500؟ 120 تقريبا 0.8% قديش؟ 0.8% اللي هي 8% مضبوط؟ طبعا هذا رقم عالي. ايش مشكلة السليب الكبير؟ حكيت لكم اياها مرة. لما يكون السليب الكبير قريت التورك سليب عالي ايش ايش بيعمل لي بالمحرك؟ لوسز بتصير عالي، بتصير الافشنسي لو. ولذلك المحركات الحديثه بتنزل السليب كثير، بتنزل لحوالي 1-1.5%. هذا مشكله. بس هذا ميزته انه بيعطيني هاي ستارتنج تورك. اوكي؟ متذكرين الواوند روتر؟ واوند روتر اندكشن موتور لما بغير ار شو بصير عندي؟ بزيد السليب. بس ايش كمان بزيد؟ ستارتنج تورك. هون عندي لارج سليب بس جود ستارتنج. طيب والسليب هذا طبعا السليب هاي سبيد، السليب لو سبيد شو بيساوي؟ 375 ناقص 280 على 375 قديش بيطلع؟ 25% فيري فاين. السليب عالي جدا. اوكي؟ إذا هون اللوسز عادي راح تكون اللوسز. طبعا ايش تعريف السليب؟ شو عرفنا السليب؟ الدفرنس. تمام. وايش بصير عند السليب؟ لا ايش المهم بالسليب؟ ليش السليب مهم؟ ليش نحن بنقول هذا السليب الريتد سليب تبعته هالقد؟ شو بصير عنده؟ بعطيني الريتد تورك. بعطيني الريتد تورك. تذكروا هذا الكير. لما نقول عند هذا السليب بعطيني الريتد تورك والافشنسي. الافشنسي تبعته كل ما نزل السليب بتزيد الافشنسي. اوكي اذا هي هدول صار عندي. هي حسبنا السليب، حسبنا عدد البولز. هلا في عندنا كمان شيء اللي هو محطوط هون 380 اللي هي 380 فولت. والكرنت هل عندي الريتد كرنت؟ عندنا الريتد كرنت هون اي نومينال 17.5 الهاي سبيد وايندينج 12.5 لللو سبيد وايندينج. خليني احسب الافشنسي تبعت هذا المحرك. هذا بيصير كله على ريتد صح؟ كله ريتد. ايوه بالضبط بالضبط. يعني لما بعطيني الكرنت هذا الريتد كرنت، لما بعطيني الباور فاكتور الريتد لما يكون الريتد تورك ريتد كرنت، لما بعطيني ايش كمان؟ هي التورك هي راح تطلع معك التورك هيو بالالماني بيستعملوا ام بدال تي. فهون هي عندي اعطاني الريتد تورك. هلا اظن هذا البريك التورك تبع البريك لانه هو نفسه مركب عليه بريك ميكانيكال بريك. رح نحكي عن ميكانيكال بريك. معطيني كمان انيرشا. هلا اظن هاي الانيرشا تبعت المحرك. طلعوا الرقم قديش صغير 0.057 كيلوغرام متر سكوير. وهاي هي الانيرشا الخارجيه اللي بقدر اركبها عليه اللي هي حوالي 1 اللي هي رقم كبير على اللو سبيد على الهاي سبيد شافت عم بركب هذا الرقم. طيب خلينا نحسب اذا الافشنسي. انا عندي هلا بقدر احسب الانبوت الكتريكال باور. عندي الباور فاكتور هذا لو شغلته دايركت اون لاين مش فيربل فريكونسي درايف، لو شغلته دايركت اون لاين. نعم كان الباور فاكتور انه بدها سيء طبعا. الباور فاكتور سيء كثير من الماشينز هذول لما بشغلهم. يعني هذا طبعا ماشين قديم يعني 25 سنه هذا المحرك. مش المحركات الحديثه راح تلاقي الباور فاكتور احسن والافشنسي بتكون احسن. اما هو 0.77 طبعا منخفض. نعم بس بدي اسال السليب هذا عند الستارتنج؟ لا هذا ريتد كمان. دول الاثنين ريتد. بس كبير رقم كبير مش هيك؟ رقم كبير كبير 280 و375. يعني الفرق بينهم قديش؟ 95 ار بي ام.
كبير هو هيك طبيعي وفي لوسز يمكن في لوسز يعني. طيب خلينا نحسب اذا الافشنسي راح اشيل هذول السليبس راح احطهم على جنب اللي هو 80% و25%. خلينا نحسب الافشنسي اذا راح احط هون السليب يساوي 8% ستروك 25% واي 1. طيب نحسب الافشنسي. الافشنسي هلا الانبوت الكتريكال باور شو بتساوي؟ بي الكتريكال بتساوي جذر الثلاثه اي ايش؟ لاين بي لاين كوساين فاي. فكره فاي ايش الزاويه بين اي لاين وفي لاين؟ الفاي هي الزاويه بين اي فيز وبي فيز. طيب عندي هيها 0.77 كوساين فاي 0.77 موجوده. في لاين قديش؟ 380. اي لاين 17.5 مش هيك؟ وبعدين عندي جذر 3. حد يحسب النهايه شوف قديش تطلع. قديش؟ 8000 يعني 8 0 8 0 6 2 ايوه فاصل 7 هي تقريبا 0.06 كيلوواتس. طبعا اول شيء لازم اتاكد انها اكبر من الرقم هذا ولا في عندي شيء غلط. مضبوط قديش الرقم هذا كان؟ 6.8 هذا باكد لكم انه ميكانيك انه في لوسز انه لوسز انه هو مش الالكتريكال هو الميكانيكا. اوكي هلا الميكانيكا خلينا احسبه بطريقه ثانيه. انا عندي سبيد وعندي التورك مش هيك؟ النومينال تورك. فاحنا النومينال تورك ات هاي سبيد وايندينج قديش بيساوي؟ 101 مش هيك؟ 101 نعم. الافشنسي ايش؟ لا بس انا كشف التورك النومينال تورك او الريتد تورك معطيني اياها 101 للهاي سبيد بوينت. هذه شيء ثاني هذه بريك هلا بحكي عنها ميكانيكال بريك. اذا هذه عندي 101 واوميجا كيف بدي اجيب اوميجا؟ باخذ السينكرونس ولا الاي سينكرونس سبيد؟ الاي سينكرونس. الاي سينكرونس بتساوي هيها 1380 مضبوط؟ فعندي 1380 بس لازم تكون وحدتها حتى احسب منها باور. اذا هاي بقسم على 60 وبضرب فيه 2 باي قديش تعطيني؟ 1400 لا بده يكون اصغر من هيك الرقم 1380 على 60 بده يكون حوالي 200 144 بوينت 4 راديانز بير سكند. هلا هي صارت راديانز بير سكند هذه نيوتن متر بقدر احسب منها الاوت اوف ميكانيكال باور اللي هي المفروض تطلع قريبه بال 6.8 بس انا بدي نثبت لنفسي انها قريبه منها. هاي بتصير عندي 101 في 144 مضبوط. غلطنا احنا بشيء تورك لما السبيد تزيد التورك بقل. كيف السبيد تزيد؟ يعني احنا اخذنا التورك العالي مع السبيد العالي. التورك العالي مضبوط. لا مضبوط هذا هاي سبيد وايندينج هذا الهاي سبيد وايندينج وهذاك الهاي سبيد وايندينج قديش كانت هناك السرعه؟ 1380 مضبوط. بس ليش الرقم هيك بيطلع معنا رقم عجيب هلا؟ بيطلع 14 وشيء مضبوط؟ 14000 و 588 وهذه هون كيلو واتس. ايش اللي غلطنا فيه؟ 1380 مضبوط مش هيك؟ نيوتن متر هون عندي 101 نيوتن متر. كيف طب هذيك 6.8؟ جرب ال 280 طب في واحد ثاني نيوتن متر اللي هي هناك ايش هي 78؟ لا ام ان هناك شو هي 47؟ اسف انا ما عندي ام اي هاي ستارتنج تورك هذا هو التورك مضبوط 47 مضبوط. اذا هاي عندي هون 47 وهاي لازم 47 اوكي قديش بتطلع؟ 144 مش 101 يعني البي ام بتساوي 144 في 47 100 خلينا نحطها هون 47 في 144 مش هيك؟ قديش بتطلع؟ 6.7 6.8 تمام عفوا هذا ستارتنج تورك هذا الريتد تورك هناك اللي هو 47.
طيب صار عندي هذا اللي هو تقريبا 6.8 تاكدنا منه. هلا بصير عندي 8 شو بتساوي 6.768 على 8.06 ويساوي 94% يمكن هذا 94% مش هيك قديش؟ 84 وكمان شايفين لانها ماشين قديمه الافشنسي منخفضه. الماشينز الحديثه بتوصل حوالي 91 92% افشنسي. اذا هي حسبنا هاي دكتور الام اي هي الستارتنج تورك الام اي عفوا الستارتنج تورك والام ان. ولذلك قديش الريشو تقريبا بين الستارتنج تورك والريتد تورك؟ تقريبا 2 واللي هي بهذه الحدود الستارتنج تورك تقريبا بالنسبه للريتد تورك تقريبا 2.1 2.2 2.3. اللي هي اذا رسمنا هاي طلع على الكيرف هون اذا رسمنا هذا الكيرف هاي الريتد هون وهي هذا هون وهذا صار عندي تي ريتد وهذا تي ستارتنج رفلي تقريبا هاي بتكون هاي ضعف المسافه هاي وهذا بعطيني جود ستارتنج كاركترستكس للسيستم لاني لما بعمل ستارتنج بدي احقق اكسلريشن وبدي اتغلب على الاوت اوف بالانس الموجود. اوكي ما حسبنا هذول اي بي 21 في حد بتذكر ايش الاي بي؟ انجريس بروتكشن اذا هذا المحرك يعني ضعيف جدا الحمايه تبعته 221 يعني بيحمي سوليدز اللي هي الريتنج تبعتها الرمز 2 والليكويدز 1 يعني عمليا تقريبا بس بمنع اصبع انه ينحط بالهاي واذا في مي الا بتدخل فيه بسهوله اذا بدي ارفع الاي بي ريتنج الانجريس بروتكشن. الانجريس بروتكشن معناها ايش الاشياء اللي بمنعها قديش بيقدر يعمل احجام اجسام غريبه تدخل على الشاصي عاده اذا بدي شيء محمي بشكل كويس بس طبعا مكلف اكثر بدي اطلع 54 اي بي 54 بيقدر يعطيني شيء تقريبا محمي من الغبره الى حد ما والهاد واي بي 68 بقدر اغطسه في المي. اوكي ما مرت عليكم مرات عليكم اي بي اوكي طيب عندي صار هلا نفس الشيء هلا هذا هون ستارتنج هذا هون ستارتنج 66 قديش نسبه الستارتنج كرنت للريتد كرنت 66 ل 7.5 تقريبا هذا طبعا مشكله هاي طبعا اذا عملت اي نوع من ستارتنج 17 66 على 17.5 قديش 66 على 17.5 تقريبا 3 وشيء مش هيك؟ اذا احنا عمالنا بنقول لو اجيت هذا المحرك حطيت عليه 3 فيز مباشره وسكرت السويتش هذه اسمها دايركت اون لاين ستارتنج وسكرت السويتش مباشره يعني حاعطيني تورك مقداره ضعف الريتد تورك او اكثر شوي لكن الكرنت اللي بسحبه راح يكون حوالي 3 اضعاف ونص الريتد كرنت وهذه مشكله طبعا. احد مزايا الفيربل فريكونسي درايف راح نشوف انه بقدر اخفف في الستارتنج. هلا خلينا نحسب الفي على اف. هلا بدي احكي عنهم بدي احكي عن هاي الديوتي سايكل 40% ديوتي سايكل وراح احكي عن ستارت سبير. هلا عندي هون بنقول 40% ديوتي سايكل يعني هذا المحرك ممكن اشغله 40% من الوقت يكون فولي لودد و60% من الوقت اوف مصمم لهيك. طبعا هاي لها حسنات ولها سيئات. حسناتها انه انا 60% من الوقت هو اوف فبسمح له يبرد بس المشكله اني عمالي بضل اعمل له ستارتنج وستوبنج احيانا معظم الحراره من وين بتيجي؟ من الستارتنج لانه بالستارتنج بسحب كرنت ولذلك جنبها مباشره ايش في؟ ستارت بير اور 180 عاده معظم المحركات هاي بتكون ريتد يا 120 ستارت بير اور يا 180 يا 240 هيفي ديوتي بتكون 240 اذا هذا بقدر اشغله على الديوتي سايكل 40% بس ما اتجاوز 180 ستارت بير اور. شو المشكله بتصير اذا تجاوزت عدد ستارت بير اور؟ الحراره هي العامل الرئيسي اللي بحدد كثير من الاشياء هذول. الكوابل ليش الكيبل هذا بيتحمل هلا كرنت وهذا بيتحملش؟ الحراره. ليش هذا المحرك بيتحمل هذا التورك وما بيتحمل هذا التورك؟ الحراره. رح يبدا ترتفع درجه حراره الواندنجز الداخليه وهي الواندنجز الداخليه لما تبدا ترتفع درجه حرارتها العازل اللي فيها بيبدا يتفتفت ومع الوقت اذا ضليت مشغله على درجه حراره عاليه رح يصير في بريك داون في المحرك وراح اضطر بعدين اوديه اعمل له رح يصير في شورت سيركت وراح اضطر اعمل له اعاده لف. اوكي هذا الجزء تقريبا هيك غطينا كل شيء ما حسبنا لسه الفي على اف. هلا اخر شيء هون عندنا البريك. هذا المحرك بيجي سيلف كونتيند معاه ميكانيكال بريك. ليش بنحتاج ميكانيكال بريك؟ طب انا بقدر اعمل الكتريكال بريكنج. الميكانيكال بريك بكون على سبرينج في زنبرك بيمسكه وبشده عليه وفي هون لايننج ماده الها فريكشن عالي لما بشدها الزنبرك من هون بتمسك المحرك بتعمل عليه بريكنج.
اذا قطعت عندي الكهرباء ايش اللي بده يوقف السيستم مكانه؟ ميكانيكال بريك. فلذلك الزومبرك وهو سبرينج لودد، سبرينج لودد يعني الزومبرك اللي راح يعمل له ابلكيشن. شوفوا لاحظوا هذا مع هذا، مين اعلى؟ البريك. فبيضمن لي انه انا لازم ابدي السيستم يتحرك حتى لو حطيت، طبعا هو مش مستحسن اني اعمله، بس هذا المفروض يكون قريب من الرقم اللي موجود هون حتى يقدر يمنع السيستم او يمسك السيستم مكانه ما يتحركش. عندي هذه هي الانرشا الخارجيه اللي عاده بقدر اركبها واللي انتم عملتوا حساباتها، انتم بتعرفوا تعملوا حساباتها قديش الانرشا الخارجيه اللي موجوده. اخر شيء عندي هون في مروحه، بنفس هذا المحرك في مروحه مركبه معه، وهذه بنسميها فورست كولينج. فورست كولينج بقابلها ناتشورال كولينج. فورست كولينج يعني انا بركب مروحه اضافيه، يعني في سنجل فيز موتور. تصور انا المحرك هذا اللي هو 3 فيز مركب له سنجل فيز موتور، السنجل فيز موتور بحرك فان مروحه حديديه او بلاستيكيه لها كاباسيتر. السنجل فيز بده كاباسيتر 2 مايكرو فرد عليها كاباسيتر بتسحب كارنت 0.35 فولت. السنجل فيز هون 220، يعني السنجل فيز تبع 380 هو 220. فهي المروحه بضلها شغاله وبتكون مشبوكه مع الثيرموستات او الكنترولر تبعها عن طريق الثيرموستات اللي موجود في داخل الوايندنجز. راح يكون في ثيرموستات في الوايندنجز الهاي سبيد الهاي سبيد وثيرموستات في الوايندنجز تبعت اللو سبيد. الهدف من الثيرموستات انه يتحسس حراره الكويلز الوايندنجز الموجوده من هون، فحتى بعد ما هذا السيستم يوقف ممكن المروحه تضلها شغاله بحيث انها تبرد المحرك خلال ال 60% هاي هون، ال 60% من هون بيسمح لي اني ابرد هذا المحرك واخفف من درجه حرارته. هاي 180 درجه هي 180 درجه الماكسيمم للوايندنجز الداخليه اللي هي هون مربوطه بالاف، هاي اسمها انسوليشن كلاس. الانسوليشن كلاس اف بتقول لي قديش الوايندنجز بيقدروا يتحملوا، بيقدروا يتحملوا لحد ما تزيد عن 180 درجه مئويه، مش 180 درجه برا برا في داخل الوايندنجز الداخليه. اخر شيء بدنا نحسب الفي على اف، رح اشيل كل شيء. نعم الناتشورال كولينج بس بكون الشاف تبع المحرك عليه مروحه، يعني الناتشورال كولينج بكون المحرك لما بطلع على الشافت اللي طالع منه راح يجي يركبوا عليه مروحه حديديه او بلاستيكيه على الهاد. فهذه ايش مشكلتها؟ شو مشكله المروحه الناتشورال كولينج؟ يعني هاي امتى بتشتغل المروحه؟ بس لما يشتغل المحرك. طب اذا انخفضت سرعه المحرك ايش راح يصير بسرعه المروحه؟ راح تنخفض. هذا مش ايديال، لكن الطريقه اللي هون موجوده راح يكون في هون مروحه اضافيه مركبه هون، وهاي المروحه في لها فنتس من هون داخله بتاخذ هواء، هي بتدفش هواء في داخل المحرك او تسحب، بعرف هي تسحب او تدفش، بس هاي المروحه شغاله اندبندنتلي. حتى لو طفى هذا المحرك ممكن تضل هاي المروحه شغاله وبتسحب وبتعطي حراره، بتدفش حراره الى هواء عفوا، يا بتشفط يا بتدفش هواء في داخل المحرك، فهذا اسمه فورست. اذا في عندي هون فورست فنتيليشن وفي ناتشرال فورس ثيرموستات ومروحه. هلا هو ممكن يكون ثيرموستات بالحالتين، تركب ثيرموستات بالحالتين، بس مش راح تستفيد من الثيرموستات في حاله هاي تقدر تعمل فيه شيء، بس بقول لك انه حميه وما حميه الحاله هاي. هلا هون عاده عندي ثيرموستات والثيرموستات بروح على كنترولر، والكنترولر شو بتتوقع يكون نوع الكنترولر؟ لا ما في حاجه، هي اون اوف بس، اون اوف كنترولر، اون اوف كنترولر. بحاله الفورس فنتيليشن بكون عندي هاي المروحه بتحكم فيها اون اوف كنترولر، اون اوف كنترولر بس بتقارن درجه حراره الثيرموستات بدرجه حراره محدده، وفي هيستريسيس عندنا شميت تريجر. كل عارف الهيستريسيس متذكرين؟ عاده معظم الاون اوف كنترولرز ايش بكون فيهم؟ هيستريسيس فيهم اون اوف، فبيشتغل على نقطه معينه بتطفي عند نقطه ثانيه، فانت بتسمع المحرك بس يطفي المحرك بتلاقي انه بتضلها شغاله، ممكن تضلها شغاله 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بعد ما تطفي المحرك حتى توصل درجه الحراره المطلوبه، بعدين برد بيشتغل مره ثانيه. في حين طبعا هذه ارخص، هاي ارخص من هون بس ما بتعطيني الليفل اوف كولينج اللي مطلوب اللي موجود هون. المراوح هذول عاده بيكونوا بلاستيك او معدن، المعدن بلاستيك ما بدوب. نعم ما بدوب. لا بيتحمل، هو البلاستيك ما بيكون في داخل الهاي، ما بوصل 180 بيكون برا الهاي. ايش مشكله المعدن؟ الصوت الصوت أسوأ، بيعمل لي نويز اعلى المعدن، البلاستيك اخف المعدن تبعه، بس مشكله البلاستيك لما بيحترق بيطلع غازات سامه، هذه بلاستيك مشكله البلاستيك لما تحترق بتطلع غازات، الغازات هذه في
حين المعدن بده يحتاج درجه حراره عاليه جدا حتى يهدى. طيب زياري ناتشورال كولينج زي الانجن تبع التيارات بكون في عليه فان. تمام محرك بس ناتشورال كولينج بس تحرك هاي تمام بس تحرك في حين الفورس فنتيليشن بكون عندنا السيارات. عمركم شفتوا السيارات في سيارات بعد ما تطفيها البيجو خصوصا البيجو بعض السيارات الفرنسيه تطفيها تسمع صوت المحرك بضل شغال او الهوندا كان يعملوا فتره ووقفوا. عمركم سمعتوا صوت المحرك بيشتغل بضل شغال حتى بعد ما طفى المحرك الرئيسي مع انه هم كلهم طبعا هذا بيكون في له موتور كهربائي بيحرك المروحه هاي ما بتشتغل بس على اشاط. هاي هذا اقرب تقريبا اقرب مثال لهم.